وهلا صار وقت استقبل ضيوفي المهضومين، ضيوفي اللي قد ما كنت متضايق بكفي انك تفتح حساباتهم على السوشيال ميديا لحتى يرجعوا لك الضحكه من جديد ويغيروا لك مودك. عم بحكي عن محمد البغدادي وزوجته جيدة تمر اغا اللي رح استقبلوا معي هلا بالاستديو. مرحبا. حبيب قلبي اخي زين، الحمد لله تمام حبيبي. مرحبا، كيفك؟ يا ميت اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، كيفكم؟ تمام والله، انت كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. شو هالفيديوهات الحلوه على الانستغرام؟ على كيفك. شو هالفيديوهات؟ شكرا كثير. كيفكم؟ ما شاء الله هيك بفتره قصيره وصلتوا لقلوب كثير ناس وكلاتنا عم نتابعكم يوم بيوم. الحمد لله. شو السر هيك هالسرعه بالوصول للناس؟ بصراحه يعني الجمهور لازم نساله هذا السؤال، بس يعني نحن بنحس انه بصراحه عفويتنا ويعني بنفس الوقت الافكار اللي عم نطلعها اللي عم نحاول تكون مميزه، وبنفس الوقت عم وصلنا لقلوب العالم بسرعه. مثل ما قلت لي انت محمد انه عامل خوارزميه على الانستغرام، حاسب كل شيء، ايمت بتنزل الفيديو وشو الوقت؟ تماما، يعني خوارزميات الانستغرام كلها دارسها انا وعامل يعني دراسه كامله عن الموضوع، يعني احنا كل يوم بننزل هذا الشيء. ضروريه الفكره ما انه نعمل دراسه على الانستغرام. اكيد 100%، هذا الشيء ساعد بانه الفيديوهات تنتشر بسرعه على الانستغرام، دعمنا اكيد العالم كلها دعمتنا يعني من عائلتنا ورفقاتنا. تستحقوا لانكم والله. بالنسبه للفيديوهات اللي عم تعملوها، انت خبرتني انه كل يوم بتسووا فيديو جديد. صحيح، كل يوم. هذا امر مو متعب او ممكن تخلص الافكار مثلا؟ هلا هو متعب اذا انت ما بتحب هذا الشيء، بس نحن لانه بنحب هذا الشيء فنحن بننبسط انه كل يوم عم نصور. بالعكس، يعني هو شيء كثير حلو، يعني نحن كثير بنحب الشيء اللي عم نعمله فبننبسط الوقت اللي بنعمله. جيدة، بالنسبه للافكار لنفرض انه مثلا اليوم عندنا فيديو جديد. تمام. كيف بتعدي انت ومحمد وبتخططوا انه شو فكره اليوم؟ هو من وين تجي الفكره؟ هلا حسب، نحن يعني الفيديوهات اللي عم نعملها هي مواقف يوميه عم تصير معنا، فحسب كل موقف يعني. يعني مثلا بصير معنا هذا الموقف فمنقول يلا خلونا نضوي عليه اكثر على خلفياته، نحاول انه نعمل سيناريو، نعرف كيف نصور، كيف نعمل الى اخره، كله بنعمله دراسه يعني. تماما. ما شاء الله، قد ايه لكم متزوجين؟ ثلاث شهور و20 يوم. عرسان جداد. 110 ايام، انا عددهم. عرسان جداد. كيف الوضع هلا؟ لا تمام تمام. دواء الحمد لله. دواء. كيف تعرفتوا على بعض؟ كيف تعرفنا على بعض؟ تعرفنا على بعض والله بمعهد انجلش. معهد انجلش. هلا بصراحه مين حب الثاني اول؟ انا. انت؟ انا حبيتها اول شيء اكيد، وهي كمان حبت من دغري كمان. يلا الله يخليكم لبعض. اليوم نحن بنشوف فيديوهاتكم على الانستغرام، في كثير مثل ما كنا عم نحكي انه وياك محمد عالم لسه ما تقبلوا هي الفكره. اكيد. فاذا بدنا نحكي اول شيء عن اهلكم، كيف كانت ردات فعلهم لما يشوفوا لكم فيديوهات على السوشيال ميديا؟ شو كانت الاراء؟ تمام. هلا بالنسبه لاهل محمد ولماما، هن كثير دعمونا وكثير حفظوا الفكره وكثير كانوا مبسوطين. بالنسبه لاصحابنا كمان نفس الشيء، كل حدا انه نحن اكيد مهضومين يعني. يعني بس فيديو بينزل فورا كلياته بشيء بنشيء. اكيد هذا اساسي. اساسي. اكيد. هلا كنت عم اقول لك امبارح شفت لكم فيديو، يعني هو اكثر فيديو كان مهضوم انا بالنسبه لي، لما جيدة راحت هي واختك لحالها على السوق. هيك بيساوي غار عليكي بالعاده. ما بقدر اقول لك وين ما هون بلحقهم وين ما راحوا. انتم دائما بشكل يعني يومي دائما مع بعض؟ ايه يعني احنا نظام اللايف ستايل تبعنا هيك، كل شيء مع بعض، كل شيء مع بعض. محمد بيقولوا احيانا انه الحب خاصة بعد الزواج ممكن يدخل الملل، شو رأيك أنت بهالموضوع؟ هلا أنا بتوقع لا، لأنه كله بيعتمد على النظام اللي بيرسموه الشخصين لحياتهم، يعني نحن مثلا اللايف ستايل تبعنا بنعرف مثلا عاملين مثلا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، عندنا مثلا جيم بالساعة الفلانية، عندنا تصوير، حتى بالجيم تنزلوا مع بعض؟ ننزل مع بعض طبعا يعني. كل الوقت. إيه، فطول ما أنت راسم لايف ستايل معينة ونظام عامل نظام فمستحيل تمل. الملل أهم شيء تجديد. أكيد بينبع عن الملل يعني من عدم النظام أنا برأيي. هلا شفت لك فيديو عم تقول فيه أنت إنه بس تزعل مرتك استغل هذا الشيء لأنه يومك حيكون الباقي كله حلو. تتزعلوا احيانا بالبيت؟ هلا اكيد اكيد، ما في ما بصير في بيناتهم يعني. صحيح. خلافات اكيد، يعني الخلافات اساسيه لتقوي العلاقه يعني. احنا طبعا نرسم هذا الشيء يعني من اجل العالم الطاقه الايجابيه والضحكه دائما، بس اكيد هذا لا يعني انه كل حياتنا هيك، اكيد اي علاقه بيصير بيناتنا. هلا انا في شغله استغربت منها وكنت حاط لكم اياها بالاسئله، هلا العالم كله حتنصدم، انه انا كنت مفكركم بعمر بعض. ايه تمام، مو مبين علينا. بس طلع في فرق. لا يعني قديش في فرق؟ 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله. محمد انت قد ايه عمرك؟ 28. 28. انا 18. 18. محمد شو دارس؟ انا متعلم ذاتي، ما كملت تعليم جامعي بصراحه، كرست وقتي واستثمرت بنفسي يعني الشغلات اللي بحبها من مونتاج واخراج وتصميم والسوشيال ميديا بشكل عام، يعني بالاضافه لاداره اعمال اللي يعني اللي خلتني فوت بالفاميلي بزنس شغلنا الاساسي. محمد، هاي الفيديوهات كثير عالم تسال اليوم في من وراها مردود مالي؟
هلا بصراحه نحن عم نعمل شيء اللي بنحبه. اكيد حاليا ما في مردود مالي يعني. ممكن اذا يعني خلينا نكون صريحين، اذا جانا مثلا اعلان معين لشيء معين حبيناه حسيناه يعني بيحكي عن شيء حلو او ممكن يعطي عروض للعالم اللي عنا يفيدوها، فاوكي بنعمل لهم دعايه، ممكن يجينا مردود مالي. هيك كنت بدي اسالك بس بظرف انه بشكل عام السوشيال ميديا عنا شوي يعني ما فيك تفكر بالمردود المالي، بدك تفكر بالشيء اللي بتحبه. هلا الناس بصراحه يمكن يعني انا ما بشجعهم على الشيء اللي بيعملوه، انه هن انه يعني بيقولوا انا عندي الموهبه بس انا ما بدي هلا اعملها هون، بس سافر بعملها برا، لانه بنظره هن ما بيدخلوا مدخول مادي من هون من البلد يعني. تمام. بس انا لا اكيد يعني انا بشجعهم انه يعملوا يبلشوا بهذا الشيء، لانه شوي شوي الواحد بيتطور يعني. جيدة، اذا هلا بيجيكم عرض انه انتم الفيديوهات اللي عم تسووها حلوه ومهضومه، بدنا اياكم هيك بشيء مسلسل هيك كوميدي تعملوا سكتشات، شو بتكون ردات فعلك انت ومحمد؟ بصراحة ما فكرنا بشيء. لا ابدا صراحة ما ابدا. لا يعني نحن بس على السوشيال ميديا موجودين. ايه اكيد اكيد. بس ممكن يعني اذا ممكن اذا انجرت فينا الحياة لهذا المجال يعني بندرسها. ممكن تمام. هيك بدي اسألك محمد، لقدام شو مخطط انت وجيدة؟ شو بدكم تعملوا؟ هي نحن بمحتوانا يعني عم نحاول اكثر شيء نضوي على كيف الكوبلات او الزوجين انه كيف يتعاملوا مع بعض بشكل صح اكثر، تكون علاقتهم بأريحية أكثر وسعادة أكثر. يعني اليوم بمجتمعنا مثل ما بتعرف زايدة مثلا يعني زايد الطلاق وزايد هذول العلاقات الغير صحيحة، فنحن عم نحاول قدر الإمكان أنه نرجي أنه أي زوجين بيحسنوا يعملوا شيء بحياتهم. اليوم في كثير حالات طلاق وخاصة لشباب وصبايا بعمر صغير مثل ما عم نشوف، شو عم يكون السبب برأيك؟ عدم توافق ممكن، عدم فهم الثاني، عدم استيعاب الآخر، ما في تضحية صحيح. هالشي كتير بيأثر سلباً يعني على العلاقة. طبعاً ممكن أحياناً عم نشوف تسرع أو غيرة مثلاً من تعاملتي خطبت. أكيد الغيرة بتأثر كثير يعني، بده الواحد يكون يعني متوسط بكل شيء. هلا ايمتى بدنا نسوي فيديو نحن الثلاثة بقى؟ جاهز ايمتى ما بدنا؟ عن جد عندنا الشرف والله حبيبي تكون ضيفنا حبيبي الله يخليك. هلا لكل حدا حاب يعمل محتوى على السوشيال ميديا وما عم يعرف من وين بده يبلش هو هذا الشاب، شو بدنا نعطيه نصيحة محمد؟ بصراحة يبلش أنا برأيي من اليوتيوب. اليوم اليوتيوب فيك تتعلم فيه أي شيء بالعالم يعني. من اليوتيوب من اليوتيوب أكيد يعني، إذا ببلدنا مو موجود شيء اللي هو حابب يتعلمه فقدامه اليوم السوشيال ميديا فينا نستخدمها لتكون إيجابا علينا، ما يعني نضيع وقتنا بس بالتصفح وبشغلات تانية، بالعكس إنه نحن نستثمر وقتنا بأن نتعلم شيء اللي بنحبه. فيك تعطيني أسماء اليوم هيك بتحسوا إنه بينافسوكم بالمحتوى؟ بصراحة نحن مثل ما قلت لك عنا بالبلد ما حسيت في مثلنا بصراحة. برافو. يعني نحن اول مين عم نقدر نعمل هذا الشيء بالبلد يعني. حلو. بكل تواضع يعني. ما في عندنا صناع محتوى كوبلات عندهم بالبلد، ما فيك تعطيني ولا اسم يعني. تمام. كلهم برات البلد يعني. فلنفترض نفترض نحن نسوي فيديو. انتوا الاثنين، مين اللي بيصوركم؟ مين الثالث اللي بيكون معكم؟ هلا هو الشخص الخفي يعني اختي. مين هو الشخص الخفي؟ اختي ريهام. ريهام بنوجه لها تحية اكيد لريهام. ما قدرت تكون معنا اليوم بس هي اللي بتساعدنا بكل شيء يعني. محمد وجيدة شرفتوني اليوم بوجودكم معنا. والله أكثر والله. شكرا كثير لكم، بنتمنى هيك نشوف هالأمثلة الحلوة عن كل شب وصبية بيحبوا بعض وتزوجوا ويعطونا الفكرة الحلوة عن الزواج.